السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. التلات فيديوهات اللي فاتوا أو الفيديوهين اللي فاتوا عملنا الأكشن تايب وعملنا الأكشن كرييتور وعملنا الريديوسر، كل ده لفين؟ الخاص بفانكشن الأد ريمايندر. عايزين بقى بعد ما عملنا الأكشن كرييتور لوحده وعملنا الريديوسر لوحده عايزين نربطهم ببعض. قلنا هنربطهم إزاي؟ عن طريق فانكشن الديسباتش. طيب تعالوا بقى نروح للاب دوت جي اس ونعمل الدنيا بتاعتنا كلها. اول حاجه خالص انت هتحتاج حاجتين، ايه هما؟ التكست والديت. فقال لي خلاص اعمل هنا مجرد ستيت بسيطه، ستيت كده بسيطه بحيث تتحكم في التكست والديت الخاص بالستيت دي. هتقول له الستيت ده عباره عن اوبجكت عادي، هقول له التكست عباره عن فاضي، وكمان الديت اعتبره الديت ده ب مثلا النيو ديت اللي هو النهارده، يعني قول له كده نيو ديت الديت بتاع النهارده. يبقى انا عندي في الاستيت حاجتين بس، دول اللي هتبعتهم امتى؟ لما تيجي تنده على فانكشن الات. هتبعتهم لما تيجي تنده على فانكشن الات. طيب عايزين بقى نعمل فكره الديسباتش. نعمل فكره الديسباتش. كنا احنا لو انت فاكر في كورس الريدكس كنا بنيجي نعمل هنا فانكشن اسمها ايه؟ اسمها الماب dispatch to props وتبعت لها dispatch. طيب الديسباتش دي عباره عن ايه؟ قلنا دي عباره عن فانكشن بتاخد الاكشن تبعته للريديوسر، تاخد الاكشن تبعته للريديوسر، وبناء على الاكشن طيب اللي اتبعت ده الطيب بتاعه لو كان كذا يعمل كذا. كلام جميل. يبقى الوسيط ما بين الاكشن والريديوسر هو الديسباتش. كنا بنكتب ايه بقى؟ كنت بقول له كده return، وليكن اي حاجه اللي انت هتكتبها هنا، وليكن كتبت مثلا حرف الدي، يبقى الحرف ده الفانكشن بتاعتك اللي انت هتستخدمها كبروبس فين؟ في الكومبوننت دي. هي اسمها ايه؟ اسمها ماب ديسباتش تو بروبس. يعني اعمل لي ماب للفانكشن الديسباتش اللي انت هتعملها هنا واعتبرها كبروبس لايه؟ للكومبوننت دي. ابعتها كبروبس للكومبوننت دي وتستخدمها زي ما انت عايز. كلام جميل. كلام جميل. لو انا جيت قلت له مثلا انا هعمل حاجه اسمها اد ريمايندر، ودي عباره عن فانكشن، والفانكشن دي بتعمل ايه؟ مجرد بقول له الديسباتش، كنا بنعمل كده ديسباتش والاكشن بتاعك، كنت بكتب كده اقول له التايب بتاعك اللي هو مثلا اد ريمايندر. ركز معايا في طريقه الكتابه دي عشان هنختصرها كلها، هتبقى في يعني في نص سطر زي ما بيقول. يبقى كنت بقول له كده ماب ديسباتش تو بروبس، وابعت له الديسباتش واقول له كده الحاجه اللي انت عايز تستخدمها، الكي اللي انت هتستخدمه كبروبس في الكومبوننت اللي انت فيها حاليا اللي هي الاب اسمه اد ريمايندر. طب وده هيشاور على ايه او بيعمل ايه؟ بينده فانكشن الديسباتش ويبعت لها الاكشن بتاعك. فكان ايه اللي بيحصل ساعتها؟ كنت بتروح للريديوسر ويشوف والله لو الطيب ده اد ريمايندر فيعمل الفكره دي. كلام جميل. كلام جميل. طيب دلوقتي انت عامل، مش عامل طيب بشكل مباشر كده، انت ما بقتش عامل طيب بشكل مباشر، انت عامل فانكشن بتريترن الاكشن. انت ده يعتبر اكشن جوه الطيب بتاعه. هل انت بقيت عامله بشكل مباشر كده؟ لا، انت عامل فانكشن بتريترن الاكشن ده. طب خلاص تعالوا نعمل امبورت للايه؟ للفانكشن دي. طب الفانكشن دي فين؟ في الاكشن. دي الفانكشن اهي اللي بتريترن الاكشن بتاعه. خلاص اعمل لها امبورت هنا، بدل ما استخدمها كده بشكل مباشر لا هنده الفانكشن اللي بتريترن الاكشن، فهي هي. يعني بدل ما بكتبه هنا لا انا هنده الفانكشن بتاعته اللي بتترن السطر ده. خلاص اعمل هنا امبورت، هات اول حاجه امبورت الاد ريمايندر منين؟ فروم الاكشنز. بقى خلي بالك فروم الاكشنز. نخرج كمان مره واقول له فروم الاكشن، هو اوتوماتيك بيخش يدور على فايل اسمه اندكس، عشان كده انا مسميه دايما اندكس. طيب فانا بقول له خلاص مش الاد ريمايندر دي هتعمل ريتيرن للحته دي؟ خلاص شيل انت الحته دي بقى واكتب الاد ريمايندر، بس خلي بالك دي فانكشن. اه خلاص اكتبها كده تمام. طيب يبقى انا دلوقتي خلاص الديسباتش الاكشن كرييتور بقى، والاكشن كرييتور ده اصلا هيروح يريترن الايه؟ يريترن الاكشن. فاكني بالظبط شلت ده وكتبت الاكشن بتاعك اللي هو الطيب بتاعه كذا، وبيبعت التكست وبيبعت الديت بتاعك. فبدل ما بكتبها كده لا خلاص بنده الفانكشن اللي بتعمل الليله دي اللي هو الاكشن كرييتور اللي اسمه اد ريمايندر. يا رب تكون الدنيا دي واضحه. طيب قال لي بعد كده
عشان تربط بقى الديسباتش بالريدكس بتاعك عن طريق فانكشن الايه الكونكت. بقول له كده اعمل لي امبورت للكونكت فروم ايه بقى، فروم الاكشن قصدي الرياكت ريدكس. الرياكت ريدكس كنت بكتبها ازاي؟ كنت بكتبها كده بمنتهى البساطه، بتقول له كونكت والاب هنا، وبعد كده تبعت هنا الفانكشن بتاعتك. اول حاجه كنت بقول له الفانكشن الخاصه بالماب ستيت تو بروبس، ودلوقتي مش معايا فاقول له نل. تاني حاجه الماب ديسباتش تو بروبس، تبعت الماب ديسباتش تو بروبس. فقال لي خلاص الاد ريمايندر ده دلوقتي بمثابه ايه؟ بمثابه الكي اللي انت هتستخدمه كبين كبروبس في الكومبوننت دي. يبقى الحته اللي انت هتسميها هنا دي مثلا سميته اكس، فخلاص هتستخدم الاكس ده في كبروبس في الكومبوننت دي. كلام جميل، كلام جميل. اي طب انا عايز اختصر الليله دي كلها بقى كده، عايز نكتبها بطريقه مور ادفانسد. قال لي تكتبها ازاي؟ قال لي مش الفانكشن اسمها اد ريمايندر؟ خلاص يا اخي بتشيل كل ده كده وتكتب بالطريقه دي، تفتح كده اللي هو الديستراكشن وتقول له انا عايز الاد ريمايندر. السطر ده هو كل السطر ده اللي انا قلته لك هنا، ده اللي هو بتعمل كي اسمه اد ريمايندر وبياخد الديسباتش وتبعت له الاكشن كرييتور اللي هي بتريترن الاكشن. الديسباتش ده هيروح يشوف الاكشن ازاي؟ قلنا الديسباتش ده وسيط ما بين الاكشن والريديوسر. فانت خلاص الحته دي هتريترن التايب بتاعك اللي هو التايب بتاع الاكشن اللي اسمه اد ريمايندر، فيروح للريديوسر يقول له خلاص انا عندي حاجه اسمها اد ريمايندر ابعتها هنا، ويشوف اف ان الاكشن دوت تايب اد ريمايندر، اه فعلا اعمل الاكشن ده، ضيف لي بقى الريمايندر بتاعي ورجعها لي بعد كده. قال لي بدل كل ده نفس الحركه بالظبط دي، هي دي. انا هسيب لك الحته دي كومنت عشان ما تنساهاش، اللي انا كتبته ده هو كل ده. فانت هتلاقي اكواد كتير مكتوبه بالطريقه دي، عامل لك اكواز كده وكاتب لك فانكشن هنا كده. دي عباره عن ايه؟ عباره عن كل السطر ده انت عملت كي اسمه اد ريمايندر، والاد ريمايندر ده بياخد بيعمل الديسباتش للاد ريمايندر اللي هو اكشن كرييتور اللي جاي منين؟ اللي جاي من فوق ده. كل الهليلة دي عن طريق السطر ده، فياريت تثبتها في دماغك. كلام جميل، كلام جميل. سيف كده وروح شوف مفيش اي حاجة. طب تعالى كده نضيف او نعمل اي حاجة نشوف الدنيا بتاعتنا شغالة. تعالى اعمل هنا انسبكت اهو، واعمل كونسول وشيل الليلة دي كلها كده، واكتب مثلا وليكن اي حاجة سينك مثلا، والديت بتاعك اختار اي ديت، واكتب هنا مثلا وليكن النهارده 12 كذا بي ام، ودوس اد ريمايندر. ولا اي حاجه هتحصل ليه؟ لانها لسه ما شغلتش اد ريمايندر، لسه ما استخدمتش الكي ده. طب ما تيجي نستخدمه. خلاص فين الفانكشن اللي بيعمل ايه؟ البوتون بتاعي اهو، اقول له كده اون كليك، اون كليك هتشغلي اني فانكشن؟ هتشغلي فانكشن الاد ريمايندر دي. بس خلي بالك الاد ريمايندر دي اللي يعتبر اكشن كرييتور بتاخد حاجتين، التكست والديت، اللي هما فين؟ اللي هما دول. طب هل انت عرفت ساعتها ايه اللي بيتكتب هنا؟ عملت اون تشينج ولا حاجه؟ لا خلاص تعالى هنا في الانبوت ده قول له والله وانا بعمل اون تشينج بمنتهى البساطه هياخد الايفنت، كنا احنا بنعملها في فانكشن لوحدها، لا خلاص اكتبها في نفس السطر، واقول له ايه؟ يعمل لي زيس دوت سيت ستيت بايه بقى؟ بالتكست بتاعك، خليه بايه؟ طبعا ده عباره عن اوبجكت، الزيز دوت سيت ستيت جواها الاوبجكت، خليه لي التكست بايه؟ بالاي دوت تارجت دوت فاليو، اي دوت تارجت دوت فاليو. نفس الكلام بالظبط السطر ده اخده بالنسبه للديت اللي هو ده. يعني اللي انت بتكتبه بيسيفه على طول في الديت بتاعك او التكست. هنا الداتا الديت بتاعك، طبعا دي ديت ما ليس داتا. يبقى بتقول له اي تغيير عندك في الانبوت ده سيفه عندك على طول في الستيت، واي تغيير في الديت سيفه برضو في الديت هنا. وتعالى بقى نجرب فكره الاد ريمايندر، هقول له بياخد اتنين بارامتر، الزيس دوت ستيت دوت تكست، وكمان بياخد الزيس دوت ستيت دوت داتا او ديت اللي انت باعته له اصلا في الاكشن كريتور. محدش ينسى الدنيا بتمشي ازاي اهو، بعت التكست والديت. كلام جميل، كلام جميل. تعال نشوف بقى هل في اي تغيير. هنكتب هنا اهو، اكتب وليكن مثلا تيست، والديت بتاعك اي حاجه، ودوس اد ريمايندر. ساعتها قال لي اه ده في حصل عمليه الاد، الطيب بتاعها
الديت بتاعها اللي هو انت اخترته خلاص، والتكست بتاعه كلمة تيست، والتايب بتاعه اد ريمايندر. يعني شغل ايه؟ شغل اكشن كريتور اللي هو ده فين فين فين، او اللي هو عمل لي كونسول لوج الاد والاكشن بتاعك اللي هو حصل. يبقى الديسباتش بمنتهى البساطة السطر اللي انت عملته في الاب دوت جي اس ده معناه ايه؟ ربط بقى الدنيا كلها ببعضيها. ده عبارة عن الديسباتش عمل ايه؟ جاب الاكشن كرييتور وربطه بالريديوسر. مش احنا قلنا الديسباتش هو اللي بيخلي الاكشن يكلم الريديوسر؟ طب انا ما عنديش اكشن بشكل مباشر، انا عندي فانكشن بتريتن الاكشن، فلا فيش مشكله، هي هي. فخلاص الديسباتش ده بيكلم الاكشن بتاعك او الفانكشن اللي بتريتن الاكشن دي ويبعتها للريديوسر. وده اللي احنا عملناه هنا، عملنا الاكشن بتاعتنا والفانكشن بتاعتنا اللي هي ريمايندر، وبعت لنا التكست والستيت. فهو يروح يكلم مين؟ يكلم اول حاجه الاكشن كرييتور. اكشن كرييتور اهو راح كلم مين؟ كلم الريديوسر، قال له والله لو الاد ريمايندر هتعمل بقى تضيف لي الريمايندرز دي كلها. طبعا لسه ما اشتغلش ده عشان لسه ما ضفناش، يعني لسه ما عملناش الاضافه اللي هو يعمل ريندر للريمايندرز بتاعتك. خلينا بس حاليا دلوقتي في فكره الاكشن كرييتور اللي هو بمجرد ما انا خلاص دوست على الزرار بتاعي خلاص ضاف لي التايب بتاع اللي هو كلمه تيست والتايب بتاع الاد ريمايندر. الفيديو الجاي بقى باذن الله هنشوف بقى فكره ان هو يشتغل بقى بريديوسر اللي هو ايه، يرتن بقى الداتا اللي هو الريمايندر هنا ويظهرها، والريديوسر بتاعي يشتغل معايا. بس خلي في علمك لحد الان هو الديسباتش خلى الاكشن كرييتور يكلم الريديوسر، من غير الديسباتش اكشن كرييتور لوحده والريديوسر لوحده. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه.